عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكي لكم زيدا على نهارنا كيفاش عديناه مع بعضنا. قمنا الصباح في فورمة كبيرة ومشينا للميديان هاوس باش نواكبوا فعاليات الأيام الإعلامية الألمانية. في الأيام هذه أحضرنا نقاش حلو برشا حول دور الحقيقة في الرسالة الإعلامية. كان ديبا حلو ياسر، تعلمنا منه برشا حاجات. الصحافة كيفاش بالضبط في ألمانيا، كيفاش الصحفي النجح كيفاش يكون وكيفاش يتعامل مع المعلومة. الصحافة والإعلام حاجة مهمة برشا في حياتنا. بعد الديبا الحلوة ذيكا تقسمنا لدو جروب. الجروب الأول مشى البيجا فام، والجروب الثاني اللي أنا كنت فيه مشينا لشتوغي تي في. في شتوغي تي في قابلنا المديرها وعمل بنا دورة في التي في، شفنا كيفاش الإعلاميين في التي في يتصرفوا، كيفاش يصير المونتاج، كيفاش يصير الميكساج. في أجواء حلوة برشا، حسينا روحنا إعلاميين بالحق في التلفزة.